بسم الله الرحمن الرحيم. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، هكذا يقول القرآن الحكيم. 100 سنة وحتى 1000 سنة، هذا بالنسبة إلى الآخرة ساعة واحدة. نحن قبل كوننا في هذه الدنيا كنا في الأرض تراب. كم سنة كنا ترابا؟ العلماء يقولون يمضي من عمر الدنيا 4 مليارات من السنوات، يعني 4000 مليون سنة نحن كنا تراب. هذا التراب الموجود. ثم إن الله سبحانه وتعالى أنزل المطر فصرنا عشب، نبات، ثم النبات تحول إلى جسم حيوان فصرنا نحن الذي نتكلم ونسمع حيوان، ثم الحيوان أكله الأب والأم فصرنا نطفة، والنطفة جنين، والجنين ولد، وهذا الإنسان الجالس هنا. فكنا نحن قبل أن نصل إلى هذا العالم 4 مليارات من السنوات تراب. 4 مليارات نسبتها إلى 50 سنة كم؟ لا نصف أصلا. نبقى 50 سنة في الحياة، 100 سنة في الحياة، ثم نموت ونتحول إلى تراب. ثم كم نبقى تحت التراب نحن؟ العلماء يقولون باقي من عمر الكرة الأرضية 1 مليار من السنوات، يعني أنت وأنا نبقى تحت الأرض 1000 مليون سنة. ولذا في القرآن الحكيم الله يشبه حياتنا في الدنيا بالساعة، ساعة ساعة، كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، فقط ساعة نحن في الدنيا، وبعد ذلك أمامنا المحشر. وفي القرآن الحكيم الله تعالى يقول في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يوم واحد، محاكمة واحد، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يعني نحن في الدنيا 50 سنة، محاكمتنا شكثر 50,000 سنة، وبعد ذلك النار والعياذ بالله أو الجنة إن شاء الله. إذن نحن خلقنا للآخرة، وإنما الدنيا سبيل، معبر. عيسى عليه الصلاة والسلام يقول الدنيا قنطرة، يعني معبر فقط. الواجب أن نجتهد ليل نهار لأجل الآخرة. شنو اجتهد لأجل الآخرة؟ الصدق، الأمانة، الوفاء، الحياء، الغيرة، المروءة، صلة الرحم، إعانة الناس، الصلاة، الصيام، الحج، الخمس، الزكاة، الجهاد، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، التولي لله وأوليائه، التبري من أعداء الله وأعداء أوليائه، ترك المحرمات، إتيان الواجبات، التخلق بالأخلاق الرفيعة،
هذا هو الشيء الذي يجب أن نهيئه للآخرة ولمستقبل أمرنا، لأننا نبقى هناك مليارات من السنوات، ومهما كانت الدنيا حسنة أو سيئة تنقضي. الدنيا لا تبقى، الدنيا دار فناء. الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول: الدنيا دار فناء والآخرة دار بقاء، فخذوا من ممركم لمقركم، ولا تهتكوا أستاركم عند من يعلم أسراركم. أحد الأنبياء كان صنع لنفسه كوخ صغير، إذا نام نصف نفسه في داخل الكوخ ونصفه خارج الكوخ، وعمر كثيرا. فلما جاء إسرائيل لقبض روحه قال له: يا إسرائيل، لو كنت أعلم قصر الدنيا ما كنت صنعت هذا الكوخ. كلا، كلنا أمامنا هذا الشيء، والأنبياء جاءوا لهذا الشيء. كلا إذا بلغت التراقي، يعني الروح يصل إلى هنا، وقيل من راق، يعني يسأل هل هناك طبيب يتمكن من شفاء هذا المريض، وقيل من راق وظن أنه الفراق، يعني يظن بعد خلاص الدنيا انتهت، والتفت الساق بالساق. إذا حضرتم عند المحتضرين رأيتم أن أرجلهم تلتف بعضها حول بعض من شدة المرض. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، إلى المحكمة الكبرى. ماذا عمل؟ ماذا رأى؟ ماذا تكلم؟ ماذا فكر؟ حتى تفكيرنا تحت الحساب. فكرت أن تعمل صالحا أنت محاسب، فكرت أن تعمل سيئا أنت محاسب. إلى ربك يومئذ المساق، السوق إلى الله. وإذا تشكون أو يشك إنسان في هذا الشيء فليتفضل إلى المغتسل ليرى أمثالنا. ذهب. قيل للإمام الصادق: يا ابن رسول الله، لماذا نرى في المغتسل بعض الأموات مفتح عيونهم وبعض الأموات مغمض عيونهم؟ قال: هذا الإنسان المفتح عينه جاءه ملك الموت وأراد قبض روحه، فقال هذا الإنسان لملك الموت: أمهلني حتى أغمض عيني. ملك الموت قال: لا مهلة. فهو مفتح العين أخذ روحه، يعني ما كان مهل بمقدار يغمض عينه، ما كان مهل. والإنسان المغمض العين، الإمام الصادق قال عليه الصلاة والسلام: جاءه ملك الموت وقال: يا ملك الموت، أمهلني حتى أفتح عيني لأرى أهلي. قال: لا مهلة. فمات وهو مغمض العين. قل في سورة الجمعة: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. في تفسير هذه الآية أن الإنسان لما يأتيه ملك الموت يقول: يا ملك الموت، أمهلني سنة. ملك الموت يقول: كلا، لقد مضت السنوات. أمهلني شهرا، كلا، لقد مضت الشهور. أمهلني أسبوعا، كلا، لقد مضت الأسابيع. أمهلني يوما، كلا، لقد مضت الأيام. أمهلني ساعة، كلا، لقد مضت الساعات. وهذا مصير كلنا، يجب أن نفكر في هذا المصير. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، اصرف شبابك، طاقاتك، قوتك، فكرك، عملك، كلها للآخرة، لأن انت هنا مسافر ضيف.
الرسول الأعظم قال كلمة نظمها شاعر بمحضر الرسول. النظم هو هذا أشعار، لكن أكتفي بشعر واحد يقول: ألا إنما الإنسان ضيف لأهله، أنت ضيف وأنا ضيف، هؤلاء الأموات كلهم ضيوف كانوا في أهلهم، خرجوا من أهلهم. ألا إنما الإنسان ضيف لأهله يقيم قليلا فيهم ثم يرحل. أين آباءنا؟ كانوا ضيوف عندنا راحوا. أين أمهاتنا؟ ضيوف عندنا راحوا. أين إخواننا وأخواتنا الذين ماتوا أو قتلوا؟ كانوا ضيوف عندنا راحوا. ألا إنما وأنا ضيف أيضا، وأنا أروح وأنت تروح، وكل إنسان ضيف يجب أن يفكر أنه ضيف، ويجب أن يفكر في الآخرة، ويجب أن يفكر في يوم حسابه 50,000 سنة فقط الحساب، وبعد ذلك والعياذ بالله إذا من أهل النار أسوأ شيء، وإذا من أهل الجنة وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. ذاك اليوم إنسان في الجنة يقول الحمد لله انتهت مشاكل الدنيا وانتهى كل شيء والحمد لله وصلنا إلى رضوان الله وإلى ثوابه. هذا الموضوع الأول، وهو موضوع الدار الآخرة، الدار الباقية، الدار التي هي مستقرنا. أما نأتي إلى الموضوع الثاني، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. يقول الدنيا مو شيء، لا تنس نصيبك شوية، الدار الآخرة كل شيء. كلكم عندكم بيوت ومحلات، لما جئتوا إلى قم شنو شلتوا؟ بطانية وفرش خفيف أو شمتومان، هذا شنو معنى؟ معنى أن هناك دارك وأن هنا أنت ضيف عابر سبيل. الموضوع الثاني الدنيا، ولا تنس نصيبك من الدنيا. نحن الآن وأنتم حفظكم الله جميعا في دنيا مضطربة، قوى الشر والكفر والإلحاد والطغيان تغلبت علينا من كل ناحية ومكان، لا الشرق والغرب فقط، في الحديث الكفر كله ملة واحدة، لا فرق بين الشرقية وبين الغربية وبين ما يدور في فلكهما. على اصطلاح الإسلام كلهم ملة واحدة، ونحن المسلمين أمامهم ملة واحدة. كم عدد المسلمين؟ 1,000,000,000 مسلم. هل يملكون شيئا؟ لا يملكون شيئا. لماذا؟ لأنهم تركوا أوامر الله، تركوا أحكام الله فأنساهم أنفسهم، كما في آية كريمة. تركنا الله، تركنا أحكام الله، تركنا اتباع سبل الله، فصرنا أذلاء، فصرنا خاضعين للشرق وللغرب، فصرنا خاضعين حتى لليهود الذين قال الله عنهم ضربت عليهم الذلة. يعني اليهود أذلاء في منطق القرآن، نحن أذل منهم لأننا تركنا أوامر الله. ماذا نعمل؟ العمل طويل وكثير، وكلكم تعلمون وكلكم سامعون وكلكم قائلون. الواجب علينا، ونلخص في 3 أمور: الأول أن ننظم أنفسنا تنظيم. الإمام أمير المؤمنين في وصية له يقول: والنظم أمركم، حتى إذا شيء صغير
لازم يكون منظم. شوفوا خلقة الإنسان شلون منظم، شوفوا خلقة الشجرة شلون منظم، شوفوا السماوات شلون منظمة. حتى في القرآن الله يقول من كل شيء موزون، كل شيء موزون عند الله تعالى، حتى مثقال ذرة موزون عند الله تعالى. لازم ننظم أمورنا. هناك تنظيم أكو في الغرب المسيحي، 50 مليون إنسان منظمين تحت قيادة الباب، 50 مليون منظمين تحت قيادة الباب، يعني 600 مليون العالم الغربي، كل 12 واحد منهم منظم تحت قيادة الباب. وفي العالم الشيوعي الشرقي روسيا 25 مليون، الحزب الشيوعي الروسي منظمين، وروسيا كم؟ ما يقارب 250 مليون، يعني كل 10 واحد منهم منظم. الصهيونية يهود هؤلاء كما يقال 20 مليون، إحصاء دقيق ما عندنا منهم، لأن هم يختلفون في كلماتهم ويكذبون كما هي عادتهم. 5 ملايين منظمين عندهم، يعني من كل 4 يهودي واحد منهم منظم. في 1000 مليون كم منظم أكو؟ في 1000 مليون كم منظم؟ حسب هذا المقياس، إذا أخذنا مقياس اليهود، لازم في 1000 مليون 250 مليون منظم. إذا أخذنا ميزان المسيحيين الصليبيين، في كل 12 واحد لازم واحد منظم، يعني أنه في 1000 مليون ما يقارب 80 مليون منظم نحن نحتاج. إذا أخذنا ميزان روسيا والشيوعيين، لازم من 1000 مليون 100 مليون منظم. ما عندنا في كل العالم الإسلامي، ما عندنا منظمين إلا نظامات صغيرة وقليلة، ولهذا هم يتغلبون علينا. تذكرون كلكم نجفيون، كربلائيون، كاظمينيون، أماكن أخرى حفظكم الله جميعا، في العراق كبر كان عندنا أفراد وحسينيات ومساجد وقراءات وكل شيء، لكن جاء عفلق الصليبي الصهيوني وأخرج الكل من البلاد وقتل وهتك الحرمات. لماذا؟ لأن عفلق نظم جيشه وعملاءه، ونحن كنا مبعثرين، نحن كنا مبعثرين. والآن عفلق الذي يحارب على الحدود الإيرانية العراقية، من يحارب؟ أنتم تعلمون أن هذا الجانب مسلمون، ذاك الجانب مسلمون، مسلمون يحاربون مسلمين، ومن الذي أوجد هذا الحرب بينهم غير عفلق وعملاؤه وخدامه؟ كفانا التفرقة، كفانا البعثرة، كفانا. الأمة الإسلامية الله يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، الناس يقتدون بكم، أنتم التقدميون. صرنا في ذيل القافلة، وذيل القافلة لا يقبلوننا. نظموا شؤونكم، نظموا أموركم، نظموا أفرادكم، لننظم. سيف اليوم، سلاح اليوم، وسلاح أول يوم جاء رسول الله إلى الحكم، بسلاح التنظيم جاء رسول إلى الحكم. راجعوا التاريخ ولاحظوا. لننظم شبابنا، لننظم شيوخنا، وحتى الشيوخ. عمار ابن ياسر عمره 90 سنة، الإمام أمير المؤمنين جعله في جيش التنظيم وحارب في صفين حتى قتل. وحتى النساء يجب أن تكون منظمات. الإسلام للرجل وللمرأة، وللكبير وللصغير، مو فقط للكبير، مو فقط للرجل. لما فر قسم من المسلمين في أحد،
بقي مع رسول الله رجل هو علي عليه الصلاة والسلام، وامرأة هي نسيبة. رجل وامرأة، من هذه المرأة؟ هي التي رباها الرسول وأخذت السيف وحاربت مع رسول الله ودافعت عن رسول الله وجرحت في أماكن من جسمها، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لموقف نسيبة يوم أحد خير من موقف فلان وفلان. هل مرأة عادية كانت؟ الرسول كان ينظم المسلمين في كل شؤونهم، في شؤون دينهم، في شؤون دنياهم. شوف الصلاة شلون تنظيم، أول الوقت أذانا ظهرا مغربا، الحج منظم، كل شيء في الإسلام منظم، لننظم شؤوننا نحن، لننظم رجالنا ونساءنا ونجمعهم تحت لواء الإسلام والفضيلة والتقوى، وندع عنا التفرقات، وندع عنا البعثرات. الإنسان المبعثر والإنسان المتفرق نصيب الشرق أو الغرب. يجب أن ننظم أمورنا، يجب أن ننظم شبابنا، شيوخنا، مثقفينا، غير مثقفينا، حتى نساءنا وبناتنا وأولادنا. امرأة مسلمة تسمى خنساء، قبل إسلامها مات أخوها، بكيت على الأخ، ويسمى الأخ صخر، بكيت على الأخ 40 سنة. بعد ذلك دخلت في الإسلام. المؤرخون يذكرون رأوها في إحدى حروب المسلمين والكفار وهي تحمل على جمل شيء، قال لها: يا نسيبة، ما هذا الشيء؟ قال: 4 من أولادي قتلوا في سبيل الله ولم تجر لها دمعة. قال: إلى أين؟ قال: أذهب لدفنها. قبل الإسلام أخ تبكي عليه 40 سنة، بعد الإسلام 4 من أولاده يقتلون في حرب واحدة ولأجل الإسلام ولا تبكي. من صنع منها هذه المرأة؟ الإسلام صنع. إذا نظمنا شؤوننا، إذا وحدنا صفوفنا، إذا كنا يدا واحدة كما يقول الرسول، يقول: المسلمون يد واحدة على من سواهم، يد واحدة، إصبع وإصبع 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 وإصبع، لكن يد واحدة. يجب أن نفكر في تنظيم شؤوننا وتوحيد جهودنا وجمع شبابنا، حتى لا يذهب الشاب يصبح بعثيا أو شيوعيا أو قوميا أو ديمقراطيا غربيا. لا لا لا، أصلا ماكو في الإسلام، كلها باطل وكلها حرام وكلها تفرقة. ومن يوم صار المسلمون شيوعيين وبعثيين وقوميين وديمقراطيين، من ذاك اليوم حطمنا. نحن 1,000,000,000 مسلم، يجب علينا أن نعيد الحكومة الواحدة الإسلامية ذات 1,000,000,000 مسلم. كل هذه الحدود كذب، حد إيران والعراق كذب، حد العراق والكويت كذب، حد الكويت والبحرين كذب، حد مصر وسوريا كذب، حد إيران وباكستان كذب، كلها كذب الغربيين، ولا نحن أمة واحدة، نحن مسلمون. المسلم في أي بلد هو أهل ذلك البلد، ويحرم على أي إنسان أن يمنعه من دخول البلد، حرام هذا شرعا. يجب أن نعيد هذا الشيء، يجب أن نعيد هذه الأكاذيب، نرفعها عن المسلمين. وإن هذه أمتكم أمة واحدة، لا عراقي وإيراني ومصري وسوري وهذه الأمور المهازل الغربية والشرقية. يجب أن نسير في هذا الخط، هذا هو خط الإسلام وهذا هو خط العزة.
الآن لاحظوا يا إخوة، فلسطين ما يقارب 50 سنة بيد اليهود، أما دولتهم الرسمية قبل 32 سنة. صنعنا شيئا لها، قسم من يقتلون هناك، قسم من يقتلون في حدود إيران والعراق، قسم من يقتلون في فلبين، قسم من يقتلون في برما، قسم من يقتلون في الهند وباكستان، قسم من يقتلون في أفغان، قسم من يقتلون في كل مكان، سجون تمتلئ بالمسلمين وقتل وتعذيب وتأخر. من أين صار هذا الشيء؟ إذا كنا 1,000,000,000 مسلم، هل كان يتجرأ روسيا أن تقتل في أفغان 1,000,000 إنسان وتشرد 2.5 مليون إنسان؟ إذا كنا صفا واحدا، هل كان أفلق وصدام عميله وعبده يتمكن من أن يشرد 200,000,000 مسلم، وكان يتمكن أن يحارب هذه الحرب الطويلة العريضة في الحدود الإيرانية العراقية؟ هل كان بإمكانه؟ وهل كان بإمكان 20,000,000 يهود أن يقتلوا المسلمين ويشردوا ما يقارب 2,000,000 منهم؟ أبدا، تفرقنا، لم نسمع كلام الله. عدم سماع كلام الله هل نتيجته؟ آية قرآنية: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هاي في الحياة الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى، ما يشوف، أعمى أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، مهمل أنت في الآخر. هذا هو الشيء الأول. الشيء الثاني التثقيف. يجب أن نثقف أنفسنا بالثقافة الإسلامية، نفهم ماذا يجري حولنا. لا يكون كيسنجر السيد وريغان السيد وبرجنيف السيد وعفلق السيد وبيغن السيد ونحن العبيد. نفهم ماذا يجري في الساحة العالمية. الإمام يصف المؤمن يقول: أعرف الناس بأهل زمانه. المسلم يعرف أهل زمانه، مو أنه مغمض العين، مفتح العين. يجب أن نثقف أنفسنا. الصلاة ثقافة، العزاء لرسول الله ثقافة، لكن السياسة ثقافة، الاقتصاد ثقافة، الفكر ثقافة، الاجتماع ثقافة، النظم ثقافة. يجب أن نثقف أنفسنا ثقافة. هذا نفس هشام بن الحكم على شبابه وصغر سنه كان في ذلك اليوم يخاصم وينازع أهواء والمبادئ، فقال له هارون العباسي الخليفة الذي كان له ملك عريض، قال: إن لسان هذا أحد علي من 100,000 سيف. يجب أن نثقف أنفسنا بالثقافة الإسلامية، بالسياسة الإسلامية، بالاقتصاد الإسلامي، بالفقه الإسلامي. يجب علينا. الإمام الصادق يقول: ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا، يعني يفهموا، يفهم الحياة. هذا الشيء بإمكاننا أن نطبع الكتب وأن نطبع المناشير ونوزعها في العالم. الاتحاد السوفيتي في سنة واحدة قبل 4 سنوات نشر من الكتب والمناشير في سنة واحدة 20 مليار من النشرات والكتب. 20 مليار، يعني كل إنسان 5 كتب. أما ماذا عندنا نحن؟ يجب أن نفتح المكتبات في كل قرية، في كل مدينة، في كل حسينية، في كل الريف، وحتى في كل صحراء. يجب أن نفتح المكتبات، يجب أن نعمم الثقافة، الثقافة الإسلامية. إذا كان عندنا في العراق الثقافة الإسلامية عند الكل، أقصد، لأن كثير منهم كان عندهم ثقافة جزاهم الله خيرا، هل كان بإمكان أفلق أن يصيد أولادنا وشبابنا؟ وعلى شنو يصيد؟ على الدنيا دنيا ماكو، على الدين دين ماكو.
فيجب علينا أن نثقف أنفسنا وأولادنا وبناتنا وحتى الكبار بالثقافة الإسلامية. في كل مكان كتاب ومكتبة وكتب ومناشير، وكل يساهم بقدر إمكانياته. هذا الثاني. والثالث التصنيع. في كل حرب دخلنا مع المستعمرين، في كل حرب بإحصاء خسرنا نحن المسلمين في أي مكان، لأن صناعة الغرب تغلبت علينا. في فلسطين اندحرنا، في مصر اندحرنا، في سوريا اندحرنا، في لبنان اندحرنا، في لبنان اندحرنا، في أرتريا اندحرنا، في كل مكان. لماذا؟ هل الله وعدهم النصر ووعدنا الخذلان؟ سره أن الصناعة الله، يجب أن نصنع أنفسنا التصنيع. إلى الآن نحن محتاجون إلى لحم الأجانب، يعني ما عندنا قدرة على أن نربي الدواجن والخرفان في بلادنا. هل هذه الأمة تتمكن أن تتقدم؟ يجب علينا أن نصنع بلادنا تصنيع المعامل. الإمام أمير المؤمنين يقول: احتج إلى من شئت تكن أسيرة. أنت في كل شيء محتاج إلى الغرب والشرق، فأسير للغرب والشرق، والعياذ بالله. قيل لرسول الله: إن في اليمن آلة حربية جديدة تسمى المنجنيق. بعث شابين إلى اليمن حتى يتعلم هذه الآلة الحربية الجديدة، ولا يكون المسلمون أقل شأنا من الكفار في ذلك اليوم. والرسول كان بإمكانه أن يسأل جبرائيل، لكن أراد أن يعلم المسلمين. قيل لرسول الله: إن في بلد ما مرآة، امراية. فأرسل شابا يفهم، قال: اذهب وتعلم المرآة وتأتي وتعلم أهل المدينة صنع المرآة. شنو معنى هذه الأحاديث؟ معنى هذه الأحاديث أن نصنع أنفسنا، أن تكون بلادنا بلاد صناعية، أن لا نكون محتاجا إلى الغرب والشرق والجنوب والشمال. إذا عملنا هذه الأشياء، التنظيم، التثقيف، التصنيع، ثم كنا مستقيمين في الأمر، صدق، أمانة، استقامة، شورى، لا بعثرة، لا تفرقة، نتقدم. وستكون لنا بإذن الله تعالى حكومة إسلامية عالمية ذات 1,000,000,000 مسلم. ولا نجد ذلك اليوم لا أثر من ريغان، ولا أثر من بيغن، ولا أثر من أي واحد. راجع التاريخ، موسى بن نصير لما فتح إفريقيا جاء إلى البلاد الإسلامية، وخلفه 14 ملك، خلفه، خلف موسى بن نصير 14 ملك من ملوك الكفار. شبهت هذا الشيء قبل أيام بمؤتمر عمان. بيغن يجمعهم 14 ملك لأجل بقاء بيغن وبقاء صدام عميل عفلق. لاحظوا الفرق بين الإسلام والكفر. يوم كنا مسلمين يأتي قائد من قوادنا وخلفه 14 ملكا، ويوم تركنا الإسلام يأتي عفلق وبيغن وريغان ويجمعنا في مؤتمر عمان 14 ملك ورئيس. هذا نتيجة القومية العربية الكافرة بالله واليوم الآخر، وكل قومية كافرة بالله واليوم الآخر، وهذه نتيجة البعثية الكافرة بالله واليوم الآخر، وهذه نتيجة الشيوعية الكافرة بالله واليوم الآخر. هاي النتيجة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، ويذهب بصدام وزمرته إلى الجحيم، وترجعون إن شاء الله إلى بلادكم في العراق وفي غير العراق، وأنتم سادة وأنتم قادة. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك،
والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة.